حياكم الله من جديد. تشارك المملكة العربية السعودية في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم الذي أقره المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في 5 أكتوبر من كل عام. وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم نستلهم بكل فخر واعتزاز إشادة مجلس الوزراء الموقر بجهود المعلمين والمعلمات، حيث أن هذه الإشادة السامية تؤكد مدى أهمية دورهم في بناء حاضر الوطن ومستقبله، وأن عطائهم وتفانيهم لا يمر دون تقدير من القيادة الحكيمة التي تثمن كل ما يبذلونه من أجل رفعة المملكة وتقدمها. لو سمحت يا عم وقف على جنب. مين المريض اللي بعدها؟ العنود سعد، أدخلها؟ لا، هذه أنا اللي أقوم لها أدخلها بنفسي. هذا ضابط ومسؤوليته كبيرة في حماية أمننا وسلامته، وهذه من أنجح الأطباء وتقود حاليا فريق طبي كامل في أكبر المنشآت الصحية، وهذا كاتب ومؤلف ومفكر له العديد من المؤلفات اللي أثرت في الثقافة العامة محليا ودوليا. وبعد ما وصلوا لهذا النجاح الكبير ما نسوا اللي كان له فضل عليهم. معلم، ما نسيتك، أنت اللي عززت الثقة بنفسي وعلمتني الانضباط والعدل والحق. معلمتي، ما نسيتك، منك تعلمت أهمية العلم وكيف نسخر أنفسنا لخدمة الإنسانية. معلمي، ما نسيت، أنت اللي علمتني كيف أمسك القلم، ومعك كتبت أول حرف، واليوم لي الشرف بأنك توقع كتابي. معلمين ومعلماتنا، شكرا لكم، ما نسينا فضلكم علينا، مكانتكم كبيرة وقيمتكم عظيمة. هذه من أعظم المهن اللي تمر على الشخص، خصوصا أن الإنسان أول ما يقابل مرشد في حياته هو المعلم. كل معلم ترك أثر كبير في طالبه، مستحيل ما يكون عاش مستقبل كبير ومزهر، مستحيل ما يكون في كل واحد لنا تجربة مع معلم كانت سبب لمستقبل كبير يمكن رمى فيه ثمرة ما أثمرت واستثمر فيها لحد ما كبر، ولما يرجع لأسبابها مسبباتها كانت يمكن كلمة من معلم، كانت تصرف من معلم، كان تحفيز ودعم من معلم استمر يمكن بما يقارب 15 سنة لحد ما يظهر أو تظهر الرجل أو السيدة اللي قاعدة تخدم الوطن. لها السبب في كثير قصص نجاح مرتبطة ما بين المعلم وما بين الطالب. صحيح. عبدالعزيز، أكيد مرت عليك قصة. أكيد، قم للمعلم يوفي التبجيل، كاد المعلم وأن يكون رسولا. طبعا لكل شخص مننا في معلم عالق بدحنة، لكن أنا عموما يعني أتشرف بأن والدي معلم ووالدتي معلمة. كنت أعيش معهم اللحظات في كيفية أنهم يبذلون قصارى جهدهم حتى يصلوا إلى أهدافهم وطموحاتهم من خلال النشأ. أما بالنسبة لي أنا أكثر معلم أثر فيني بتفانيه ويعتبر نموذج وتضحيته، وكيف هو يعني يتحمل مسؤولية أن تصل الرسالة بكامل حذافيرها. أعتقد مر علي في المتوسطة السادسة معلم الفيزياء الأستاذ سليم، إن كانوا من الأحياء فالله يمد في عمره، وإن كانوا من الموت فرحمة الله عليه. هذا من المعلمين اللي أثروا علي. أنت السؤال نفس موجه لك. كلهم والله أثروا فيني عبد العزيز. أنا في سبحان الله، تعرفوا اللي في حياتك صحن مجوهرات، من كل معلم كانت لك مجوهرة. طبعاً. أنا يمكن الشيء الجميل اللي عندي عبد العزيز، وأكيد حتغبطني عليه، إذا تعرفون يمكن اللي من جيلنا حاجة اسمها التلغراف، الدفتر اللي كانوا يكتبوا لنا فيه المعلمين والمعلمات. كل ما حسيت ان طاقتي شوي نزلت ارجع لهالدفتر. تخيلوا الدفتر هذا وانا في سنه ثانيه وثالثه ابتدائي. من ضمن المعلمات كانت الله يذكرها بالخير، كانت معلمه علوم الدين القران الكريم، كانت ساره الابراهيم، الله يغفر له ويرحمها اذا هي من الاموات، والله يعطيها الصحه والعافيه طول بعمرها اذا هي من الاحياء. طبعا هي من الاسماء اللي تعبت وانا ابحث عنها، لاني
صادفت كثير من معلماتي وأرسلت لهم رسالة شكر. تخيل يا عبد العزيز، ألاقي لهم حسابات، ألاقي لهم طرق تواصل ما يوفيهم، بس أبغاها تعيش الفرحة أني أنا يوم من الأيام وصلت للي أنا أبغاه. أنك كنتي سبب. تصدق عبد العزيز أنه من شفت التفاني للمعلم والمعلمات، لما أتكلم عن أخواني وخواتي فيهم تفاني مو طبيعي لأنهم معلمين ومعلمات، ما قدرت أدخل المجال اللي هم دخلوه، كانوا يحاولون يقنعوني ما قدر يعني، لأنها مهنة صعبة جدا، لا تتوقع أنها سهلة نهائيا. إذن في كل ذهن أي شاب وصل إلى طموحه أكيد عدد كبير وهائل من المعلمين اللي أوصلوهم إلى هذه المرحلة. وعلى فكرة بس كلمة بسيطة، هذه القبلة من رجل الأمن على جبين مدرسة في التقرير تراها تتكرر شبه يومي أمامنا في المسجد وفي المناسبات وفي الأفراح. أرى يعني كثير من الناس يقبل رأس معلمه ويعني يشكر على جهده معه وأنه وصل إلى هذه المرحلة بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل المعلم. طبعا نروح لنموذج رائع، طبعا من ملايين النماذج اللي نفخر فيها بالوطن وقاعدين يطلعوا لنا هالنشأة هالأجيال اللي نفخر فيها في وطننا. وبهالمناسبة ينضم معنا عبر سكايب مدير مدرسة العروبة الثانوية بالخبر الأستاذ محمد العتيبي. أهلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذ محمد، يا رب كل عام وانتو أهل للإنجازات، أهل للنشأة اللي قاعدين نشوفه ونستثمر فيه. في البداية خلينا نتكلم عن انعكاسات وأثر الاحتفال باليوم العالمي للمعلم على المعلم وعلى الطالب. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة. لا شك أن هناك انعكاسات طيبة لأثر الاحتفال باليوم العالمي للمعلم على المعلم والطالب. الأثر على المعلم لا شك أن تقدير الجهود يمنح هذا اليوم المعلمين فرصة للشعور بالتقدير والاعتراف بما يقدمونه من جهد كبير في تعليم الأجيال وتطوير مهاراتهم. هذا التقدير يعزز من معنويات المعلمين ويدفعهم للاستمرار بعملهم بشغف وإخلاص. أيضا يشعر المعلمون بأنهم جزء من مجتمع عالمي يقدر التعليم ودورهم المهم، مما يحفزهم على تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم التربوية. الاحتفاء بالتعليم كرسالة يعزز اليوم العالمي للمعلم من أهمية التعليم كرسالة نبيلة، ويجعل المعلمين يدركون التأثير العميق الذي يمكنهم تركه على حياة طلابهم. أما أثر هذا الاحتفاء على الطالب فهو يعزز الاحترام والتقدير المعلم، ويساهم في ترسيخ قيمة المعلم لدى الطالب، مما يعزز من مستوى الاحترام والتقدير الذي يكون الطالب للمعلمين. وكذلك الاحتفاء بهذا اليوم يعزز العلاقة بين الطالب والمعلم، ويؤدي إلى تقوية الروابط والعلاقات الإنسانية بين الطلاب والمعلمين، حيث يشعر الطلاب بأن معلميهم يستحقون التقدير وأن دورهم لا يقتصر على التدريس فقط. تحفيز الطلاب على التعلم، حين يدرك الطالب مدى أهمية دور المعلم قد يتعزز لديه الدافع للتعليم وبذل المزيد من الجهود، لأن البيئة التعليمية تصبح أكثر إيجابية وتعاونية. الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم يساهم في تعزيز ثقافة التقدير والاختبار والاحترام المتبادل داخل البيئة التعليمية، مما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية برمتها. جميل. طيب خلينا نتكلم عن المعلم تحديدا، ما هي أهم الركائز الأساسية التي تبرز شخصية المعلم؟ نعم تفضل. الركيزة الأساسية التي تبرز شخصية المعلم لا شك أنها هي القدوة الحسنة. المعلم يلعب دورا محوريا في توجيه الطلاب وتشكيل قيمهم وسلوكهم، وبالتالي يجب أن يكون مثالا يحتذى به في كل أخلاقه ومهنيته. تتجلى هذه القدوة في عدة جوانب حقيقة، منها الأخلاق والسلوكيات. يجب أن يظهر المعلم نزاهة واحترام وعدالة يتعامل مع الطلاب، لأن الطلاب يتأثرون بسلوك معلميهم وينظرون إليهم كنماذج يحتذى بها. كذلك الاحترافية والالتزام ركيزة مهمة حقيقة. مدى احتراف المعلم في عمله والتزامه بتطوير ذاته ومتابعة أحدث الأساليب التربوية صحيح يعزز احترام الطلاب له وينعكس حبه لمنته. أيضا ركيزة مهمة المعرفة والتمكن العلمي. المعلم
الذي يمتلك معرفة واسعة في تخصصه ويسعى لتطوير مهاراته باستمرار، يبرز شخصيته كمرشد وقائد فكري للطلاب. أيضا الاهتمام بالطلاب ورعايتهم، إظهار الاهتمام الشخصي بالطلاب ودعمهم في التحديات التعليمية والشخصية يجعل المعلم محبوبا ومؤثرا بشكل عميق في حياة الطلاب. صحيح. هذه الركائز تشكل صورة المعلم كنموذج متميز في عيون الطلاب والمجتمع كذلك، حيث يكون لهم أثر كبير في صياغة الجيل القادم. أستاذ محمد، كقائد للمدرسة مريت بمرحلة كبيرة، سواء لما كنت معلم، مريت بقصص، مريت بمواقف عشتوها لحد ما صرت قائد مدرسة، والآن يعني خلينا نقول كقائد مدرسة عينك على المعلم وعلى الطالب، على هل الطرفين اللي تصنع مستقبل كبير. وش أكثر شيء من شخصية المعلم يعتبر مصدر تأثير كبير على حياة الطالب بعيدا عن كونه معلم؟ يعني احنا شفنا ترى مواقف أخلاقية إنسانية للمعلمين، يعني قصص لا زالت تتردد علينا بشكل جميل. فأنت من واقع هالخبرة وتواجدك كقائد مدرسة، وش أكثر شيء ممكن يترك أثر على الطالب؟ كما ذكرت سابقا، القدوة الحسنة لا شك أنها لها أثر في 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 سلوكيات الطلاب وفي تشكيل شخصياتهم. التعامل مع الطالب في المواقف السلوكية المختلفة، إذا أحسن المعلم صاحب الخبرة التعامل مع الطلاب في المواقف السلوكية الطارئة التي تحدث أثناء اليوم الدراسي، لا شك أنها تكسب الطالب الثقة وتبني جسور العلاقة بين المعلم والطالب. فكلما كان الطالب قدوة حسنة متمكن في مادة العلمية يسعى إلى تطوير نفسه، سيجد نفسه في عيون الطلاب يعني قدوة حسنة يحتذى بها في سلوكياته وتصرفاته. طيب الآن السؤال مهم، يعني نتكلم عن جيل مضى وجيل حالي، يعني تعتقد بأن هناك تغيرات قد طرأت على أسلوب وطريقة المعلم في أو يفترض أن تتغير؟ يعني أسلوب الترهيب زمان ولا ومضى، الآن هل يفترض على المعلم أن تكون بينه وبين الطالب علاقة محبة وتقدير واحترام ويحتوي الطالب قدر المستطاع؟ نعم، من المؤكد أن هناك العديد من التغيرات التي طرأت على دورة وشخصية المعلم. نعم. عبر الزمن، يعني هذه التغيرات تتعلق بعدة جوانب كثيرة حقيقة، من أبرزها التطور التقني. مع تقدم التكنولوجيا ودخول أدوات التعليم الرقمية تغيرت طرق وأساليب التدريس، أصبح من الضروري على المعلم أن يواكب التطورات ويستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم، مثل المنصات التعليمية عبر الانترنت والعروض التقديمية التفاعلية والتعليم عن بعد. هذه التقنيات لم تكن موجودة بشكل حالي سابقا. أيضا تحول المعلم من ملقن إلى موجه، هذه يعني عنصر مهم جدا. في الماضي كان دور المعلم يعتمد بشكل كبير على التلقين ونقل المعلومات، أما في اليوم فقد تحول هذا الدور إلى التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، حيث أصبح المعلم موجها ومرشدا يعني ميسر يساعد الطلاب على اكتشاف المعرفة بأنفسهم وتكوين لشخصية الطالب يا أستاذ. نعم لا شك. أيضا التعليم القائم على الطالب أو المتمركز حول الطالب، أصبحت المناهج التعليمية تركز بشكل كبير على احتياجات الطالب بدلا من التركيز على المعلم، أدى ذلك إلى تغيير دور المعلم ليصبح أكثر مرونة في تلبية احتياجات الطلاب الفردية وتوجيه كل طالب بناء على مستواه التعليمي واهتماماته. أيضا التنمية المهنية المستمرة المستدامة، في السابق كان المعلم يعتمد بشكل كبير على التعليم الذي حصل عليه في بداية مسيرته المهنية، الآن أصبحت التنمية المهنية المستمرة جزءا أساسيا من حياة المعلم، حيث يتطلب الأمر حضور دورات تدريبية ورش عمل ولتحسين الكفاءات والمعارف باستمرار. هذا يعني هذه التغيرات جعلت من دور المعلم أكثر تعقيدا حقيقة وتطلبا، لكن في الوقت نفسه فتحت آفاق جديدة لتعزيز التعلم وجعل العملية التعليمية أكثر تفاعلاً وشموليا. وكمان زادت الشغف عند المعلمين أستاذ محمد. نعم. يعني صحيح. تلاقي صار المعلم الآن متعطش دائماً، تلاقي نعم. يبحث عن نعم. الدورات المقررة، يجمع ساعات أعلى وأكثر. صحيح. يعني هم صحيح. عززوا الثقة كمان في إنتاجيتهم. خلينا طيب نعم. نتكلم أستاذ محمد عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على نظرة المجتمع للمعلمين، وكيف يعني طريقة هالتداول في يوم المعلم وأثرها كمان. نعم. وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تلعب دور كبير
في تشكيل نظرة المجتمع للمعلمين وتداول الأحداث المتعلقة بهم بما في ذلك الاحتفاء بيوم المعلم. من أهم تأثيرات هذه وسائل التواصل الاجتماعي زيادة الوعي بدور المعلم، هذه قضية مهمة حقيقة. وسائل التواصل ساعدت في نشر الوعي حول أهمية دور المعلم، وخاصة من خلال المنشورات والقصص الملهمة التي تبرز معلمين ناجحين أو مواقف إيجابية مع الطلاب. هذا حقيقة يزيد من تقدير المجتمع لدورهم. أيضا النقد والمراجعة العامة في الوقت نفسه، قد تكون وسائل التواصل منصة للتعبير على النقد أو التجارب السلبية المتعلقة بالتعليم. في بعض المجتمعات قد تستخدمها لمناقشات تحديات مهنية أو مشكلات في النظام التعليمي، مما يؤثر على صورة المعلم بشكل عام. لكن أيضا أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل المباشر وتسهيل التواصل المباشر بين المعلمين وولياء الأمور والطلاب، مما ساعد في بناء جسور من الثقة والتفاهم. هذا النوع من التفاعل قد يعزز علاقة المعلمين بالمجتمع المحيط بهم ويعزز أيضا مكانتهم. جميل. يعني خلينا نتكلم يعني بالمناسبة هذه الإشادة التي أشاد بها مجلس الوزراء بدور المعلم والمعلمة، تعتقد بأنه نيشان فخر يعلقه كل معلم على صدره. صحيح. ماذا صحيح. يعني للمعلم والمعلمة تقدير وإشادة مجلس الوزراء بهذه الجهود؟ هذا وسام شرف حقيقة، الإشادة السامية من مقام مجلس الوزراء هذا وسام شرف يضعه المعلم على صدره. كل معلم في المملكة العربية السعودية يعني هذه الإشادة رفعت من المعنويات عاليا جدا، وهذه إشادة حقيقة بدور المعلم، وأن للمعلم دور في حاضر المجتمع ومستقبل طلابه إن شاء الله تعالى. لا شك أنها إشادة وسام شرف لكل معلم في المملكة العربية السعودية. كل الشكر لك قائد مدرسة العروبة بالخبر الأستاذ محمد العتيبي، والله يبارك جهودكم دائما، نفرح بكل إنجازاتكم من تقدم لتقدم. بنروح لقصة ثانية، وقصة فيها من النجاح الكبير، ومو أول مرة نستعرضها معاكم في برنامج من السعودية وفي لفتة إنسانية رائعة. أعلن صندوق الوقف الصحي عن إطلاق النسخة الرابعة من مبادرة عطاء القطاع الصحي الخاص، حيث تم تقديم إجراءات طبية مجانية للمرضى المحتاجين وتوجيه الجهود نحو دعم الصحة النفسية بمشاركة عدة جهات متخصصة في هذا المجال. تفاصيل أكثر يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف ضيفنا المستشار الصحي والمشرف على مبادرات صندوق الوقف الصحي الدكتور سطام العنزي. أهلا وسهلا فيك دكتور، حياك الله. دكتور الله يحييكم ومساكم الله بالخير وشكرا على الاستضافة. يا هلا وسهلا. في البداية دكتور، ودنا نتعرف على فكرة مبادرة عطاء القطاع الصحي الخاص لهذا العام وأهم أهدافه. إذا سمحتوا لي بس أنا من خلالكم وفي هذا اليوم أحب أشكر جميع المعلمين، وأيضا أشكر جميع المعلمين والمعلمات وأتمنى لهم الصحة. بالنسبة لمبادرة عطاء المستشفيات الخاصة، هي مبادرة تهدف إلى تشجيع المراكز والمستشفيات الخاصة للتبرع بإجراءات طبية للمرضى المحتاجين. هذه المبادرة يقدمها صندوق الوقف الصحي بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي. جميل. نحن في هذا العام في النسخة الرابعة، وتم طبعا التركيز على تقديم استشارات نفسية مجانية للمرضى، وبلغ عدد هذه الاستشارات التي ستقدم لهؤلاء المرضى 3300 جلسة استشارية توزعت في جميع يعني مناطق المملكة، منها الاستشارات الحضورية ومنها الاستشارات عن بعد، تسهيلا لتقديم الخدمة لهؤلاء المرضى. جميل. طب خلينا نتكلم دكتور يعني عن أبرز الخدمات والأعمال يقدمها صندوق الوقف الصحي. نعم، الوقف الصحي هو أول يعني صندوق صحي وقفي في المملكة العربية السعودية. نعم. هذا الصندوق يهدف إلى إحياء مفهوم الوقف الصحي في المملكة. يعتمد الصندوق على الدعم المجتمعي لتحقيق أهدافه. مبادرات الصندوق كثيرة ولله الحمد، منها مبادرة العطاء الصحي في اليوم الوطني. نعم. وكما أسلفت يعني نحن هذا العام في النسخة الرابعة، وقد سبقها ثلاث مبادرات
أسفرت عن أو نتج عنها علاج أكثر من 7900 مريض، وكان إجمالي عدد الشركاء أكثر من 25 شريك. أيضا مبادرات الوقف الصحي منصة شفاء العلاج الخيري، والتي أسهمت بفضل الله سبحانه وتعالى بعلاج 8000 مريض في أكثر من 15 تخصص طبي. جميل. طيب دكتور، خلينا نتعرف على، يعني كل عام يكون في تخصص في مجال أو يخصص مجال طبي مختلف مساهمة في التنوع، ليش بالذات اخترتوا هذا العام جانب الاستشارات النفسية، وكم بلغ عدد الاستشارات اللي تم تنفيذها لغاية الآن؟ نعم، الصحة كما يعني عرفت منظمة الصحة العالمية هي اكتمال سلامة البدن والنفس والعقل، ولا شك أن الإنسان إذا يتمتع بصحة نفسية جيدة سيكون عضو فعال في مجتمعه، يحقق يعني دوره المرجو منه. وأيضا من مجالات عمل الصندوق هو تقديم الرعاية النفسية للمرضى النفسيين، فتم اختيار الصحة النفسية هذا العام بناء على هذه المعطيات التي ذكرتها. جميل. طيب، يعني أكيد لنجاح هذه المبادرة لابد من شركاء لإنجاح هذه المبادرة. تكلمنا عن الشركاء، تكلمنا عن هل هي موجودة هذه المبادرة في مناطق المملكة كاملة؟ نعم طبعا، يعني باسمي نشكر، باسم العاملين في صندوق الوقف الصحي نشكر الشركاء الداعمين. هذه الشركات، يعني احنا في هذا العام لدينا 9 شركات توزعت طبعا في جميع مناطق المملكة، الغالبية ستكون في الرياض وفي المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية. نعم. وأيضا هذا العام أدخلنا الاستشارات عن بعد عن طريق التطبيقات التي تقدم هذه الخدمة مثل تطبيق لبيه وتطبيق استنارة. جميل. دكتور، احنا يعني ما نغفل كمان عن النسخ السابقة اللي كان فيها تقديم خدمات طبية مجانية في عدة تخصصات وتقريبا مشاركة أكثر من 25 منشأة صحية، ودنا نتعرف عن ثمارها، نتاج هذه الشراكات الفاعلة في المجتمع، وكيف امتد أثرها لغاية الآن؟ يعني ولله الحمد هذه الشراكات كانت يعني متنوعة، وكما ذكرنا أكثر من 25 شريك، ما يقارب 8000 يعني إجراء طبي. هذه الإجراءات كان منها التشخيصي زي ما يعني قسطرت لأمراض القلب، أو مثلا إجراء مناظير تشخيصية، أيضا العمليات المتعددة، الولادات، ولادات القيصرية. في العام الماضي حصلنا على 6000 جلسة غسيل كلوي للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، فالحمد لله ساهمت هذه الإجراءات في التسهيل على هؤلاء المرضى وتقديم الخدمة لهم بشكل يعني جيد ومناسب. جميل. يعني هذه لفتة إنسانية رائعة في نسختها الرابعة من قبل صندوق الوقف الصحي. شكرا لهذا الصندوق، وشكرا لكافة شركاء من أجل هذه المبادرة النبيلة. شكرا لك دكتور سطام العنزي، مستشار صحي والمشرف على مبادرات صندوق الوقف الصحي. لا تروحون بعيد، فاصل قصير راجعين. قوة شارك تبدأ من الداخل، لكن ستايل ورا ستايل يتسلل التلف لداخل شعرك. ابتكار بانتين الجديد بتقنية المايكرو برو في اللي تنقسم لملايين الجزيئات الصغيرة لتتغلغل حتى أعمق خلايا الشعر وترمم من الداخل للخارج. بانتين يرمم شعرك 100% حتى أعمق الخلايا. كثر شطة ولا يهمك، وضعك أمان مع لبن المراعي. لبن المراعي معاه بدينا وباكين. المراعي. شمال، جنوب، غرب أو حتى العاصمة ما هي غريبة علينا، وكل منطقة لها جوها المختلف.
بس السؤال هو لو جبنا العالم يعيش هذه الأجواء معانا. السلام عليكم. ثقافات مختلفة. كيفو. تحديات جديدة، تجارب تنافسية متنوعة. مدينة القديمة وأماكن أنا عن نفسي ما كنت أعرفها. أنت تدرون في برنامج جو السعودية. برنامج جو السعودية. برنامج جو السعودية. برنامج جو السعودية. Coming soon. Coming soon. شكرا جو السعودية. Oh yeah. قريبا على السعودية. لهم في ذاكرة التاريخ عطاءات لا تبلأ، ولهم بين الناس نتاج يمشي على قدمين. هم قصة من التفرد والإبداع وأثر دائما ما يقول مروا من هنا، عن سر التكوين والنبوغ وعن لمعة التفوق واشتعال جذوة الموهبة في صنوان الفكر والإبداع. نجوب أقاليم الذاكرة قصصا ومحطات، نفتش في زواياها تشكل الفكر والفكرة، ومعهم نعيش المشهد من البداية وحتى إسدال الستار. قريبا على السعودية. بين القلم وصابعي والورق شوق، شوق على غر المعاني الفرايد. من رياض الشعر عاصمة الثقافة والأدب، ومن خليجنا وكل الوطن العربي، يستعد شعراءنا، يستجمعون أفكارهم، يصرحون بخيالاتهم، يبحثون عن فكرة شاردة، عن أبيات مختلفة تعبر عنهم، عن ثقافتهم وأحلامهم، وأكيد كثير أشياء راح نعرفها منهم في الحدث الشعري الأضخم، برنامج شاعر الراية في موسم ثالث أكثر اختلافاً وتميزاً. انتظرونا قريباً على السعودية. هذه الفقرة اللي ما نستغني عنها، ننتظر فيها كثير من الإلهام والأمل والتحدي اللي تجاوز كل شخص أو ضيف في هذه الفقرة. مثل ما عودناكم كل يوم سبت يكون عندنا فقرة مميزة ضيفها ملهم، واليوم قصتنا بطلها عانى من حالة نادرة تمثلت في ثقب في القلب ومشاكل صحية أخرى منذ الولادة. خضع للعديد من العمليات من وقت ولادته، لكن مع هذا لم يمنعه مرضه من ممارسة هوايته اللي أبدع فيها. ينضم معنا من استديوهاتنا بالدمام المصور الفوتوغرافي عبد العزيز البلوشي. يا أهلا وسهلا فيك عبد العزيز، حياك الله. الله حييكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، حبيت أسلم عليكم. يا هلا يا هلا وسهلا فيك عبد العزيز. إحنا متلهفين أنك تكون معنا اليوم ضيف، خصوصا أنك يعني ما شاء الله عليك ما وقفت عند أي صعوبات واجهتك. في البداية إحنا ودنا نتعرف ونتكلم عن طبيعة مرضك والأعراض اللي بانت عليك وما استسلمتها. صوت في مشكلة. عبد العزيز. عبد العزيز تسمعني؟ صوت في مشكلة. عبد العزيز خليك معي أنا. تسمعني عبد العزيز؟ إيه هلا والله. ممتاز. أعيد السؤال لك. أعيد لك السؤال عبد العزيز. الصوت شوي في مشكلة أبو. طيب. حنرجع لك يا عبد العزيز اذا سمحوا لي الشباب في الكنترول. نرجع لعبد العزيز. طبعا هذه طبعا سلسله من
الفقرات في فقرة قصتي اللي دائما كل أسبوع أنتم موعودين بمشاهدتها مع ملهمين. طبعا اللي حاضر البرنامج منذ بدايته كانت هذه الفقرة من أساسيات نجاح هذا البرنامج، لأنه احنا تعرفنا على كثير من الوجوه المشرقة من ذوي الإرادة في كثير من الأصعدة، نجحوا وبرزوا بحكم إرادتهم وطموحهم المستمر، واستفدنا منهم أنا وياك على المستوى الشخصي، صح ولا لا؟ على بال ما يجهز عبد العزيز طبعا وناخذ ملهمنا اليوم ونتعرف عليه اكثر، حننتقل مباشره لضيفنا المهندس عصام الملا، نتكلم فيها عن مشروع النقل العام للحافلات في الاحساء. يعني هذه من المواضيع المهمه، خصوصا انه يعني مشاريع الاحساء قاعده تشاهد نقله نوعيه في المجالات الاستراتيجيه الوطنيه للنقل والخدمات اللوجستيه مع توقيع عقد مشروع النقل العام للحافلات في المحافظه بين امانه الاحساء والشركه السعوديه للنقل الجماعي. نتعرف عليها اكثر مع امين امانه الاحساء المهندس عصام الملا. يا هلا وسهلا فيك مهندس، حياك الله. حياكم الله ومساكم الله بالخير، واشكر الحقيقه القناه الاولى وبرنامج من السعوديه على الاستضافه. حياك الله مهندس. اول شيء نبارك لكم صراحه على هذه الجهود اللي قاعدين تقدمونها، وودنا نتكلم عن فكره مشروع النقل العام في الاحساء في البدايه. طيب الله يحييكم ويحيي جميع المستمعين. يعني في البدايه المشروع ياتي ضمن مستهدفات الاستراتيجيه الوطنيه للنقل وتعزيز ثقافه النقل العام بين المدن داخل المدن الحقيقة، وزيادة حصة هذه الخدمات في المملكة. طبعا يوم الثلاثاء الماضي والله الحمد تم توقيع عقد النقل العام بالحافلات بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بدر بن طلال محافظ الأحساء ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية. والحقيقة أن هذا المشروع الآن يعتبر ضمن سلسلة مشاريع داخل مدن ومحافظات المملكة، وله يسهم طبعا في تسهيل حركة النقل المستفيدين داخل الأحساء، وكذلك توفير خيارات نقل متعددة لسكان المنطقة، بالإضافة إلى أنه طبعا يسهم في رفع مستوى السلامة وجودة الحياة، وكذلك تقليل الزحامات المرورية في الطرقات والحد من التلوثات والانبعاثات الكربونية. ويعني هو مشروع يعتبر جزء منه خدمي وكذلك جزء بيئي. جميل. طب خلينا نتكلم عن المسافة، يعني كم على مسافة كم يمتد المشروع، ويعني تكلمنا عن أبرز الخدمات التي سيهدف لها. طبعا المشروع يتكون من 7 مسارات، طول هذه المسارات أكثر من 222 كيلومتر طولي، تربط عدد من المواقع والوجهات داخل المحافظة، سواء كانت وجهات خدمية أو وجهات سياحية أو في المناطق السكانية. كذلك هناك أكثر من 132 نقطة توقف، ويعمل المشروع بأكثر من 41 حافلة و18 ساعة كتشغيل يومي. جميل. طيب دكتور مهندس عصام، لما نتكلم عن مشروع بهالضخامة نتكلم عن بنية تحتية تكون مهيئة وأخذت يعني حظوتها من الجهد والتعب، خلينا نتكلم عنها ونستعرض كيف كان تجهيز البنية التحتية لهالمشروع. طبعا ما في شك يمكن خيارات النقل متعددة وكثيرة، لكن يعتبر مشروع النقل بالحافلات داخل المدن يمكن من أقل المشاريع التي تحتاج بنية تحتية. هي تستخدم البنية التحتية القائمة، الأحساء ولله الحمد يعني تربطها عدد من الطرق الدائرية والشريانية وكذلك الطرق الرابطة. الحقيقة البنية التحتية اللي يحتاجها المشروع هو الخاصة طبعا في عدد من نقاط المحطات والتوقف، والحمد لله الآن فعليا احنا رسينا مشروع الخاص بإنشاء المحطات، سوف يتزامن بإذن الله مع مشروع توريد الحافلات للنقل العام. جميل. طيب احنا نتكلم عن الأحساء يعني كمحافظة غنية بالمناطق التراثية والسياحية، كيف سيخدم هذا المشروع ما تحتوي الأحساء من مناطق تراثية وسياحية؟ طبعا ما في شك مشاريع النقل العام يتم دراستها ما بين هيئة النقل العام وما بين أمانات المناطق. طبعا هناك حافلات ما بين المدن وهذه تختص بها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والحافلات اللي داخل المدن تختص فيها أمانات المناطق. جميل. لكن
الدراسة اللي تمت لتحديد المسارات وربط المواقع أكيد بالفعل الأحساء يعني لديها الحقيقة مقومات سياحية وتراثية صحيح. ووجهات عديدة الحقيقة تم دراسة ربط هذه المواقع كذلك مع دراسة ربط المواقع الخدمية. المشروع الآن هو يعتبر مرحلة أولى ويغطي 4 مدن رئيسية في الأحساء: الهفوف والمبرز والجفر والعمران، والمسارات تمر على طبعا المواقع السياحية وفي المواقع التراثية داخل المدينة، وبإذن الله إذا كان في احتياج إلى المراحل الأخرى سيتم زيادة عدد المسارات والحافلات. مزيد من النجاح والتطوير، كل الشكر لك ضيفنا أمين أمانة الأحساء المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا. وننتقل حياك الله وننتقل مباشرة لمعرض الصقور ونشوف آخر الإحداثيات والمستجدات بمساحة 160 ألف متر مربع. انطلق الخميس الماضي معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بملهم مشاركة 45 دولة. المعرض يستقطب كافة الأعمار ومحبي الفنون والمغامرات طبعا. حنتعرف عليها أكثر عبر الهاتف، معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي الأستاذ وليد الطويل. أهلا وسهلا فيك أستاذ وليد، حياك الله. أهلا وسهلا، حياكم الله، مساء عليكم بالخير وعلى المشاهدين والمشاهدات. مساك الله بالنور. في البداية مبارك لكم الانطلاقة بأعداد مهولة من اليوم الأول، وتكلمنا عن المساحة اللي يشهدها هذا الصرح وإيش تحتوي هذه المساحة. طبعا لله الحمد يعني خلال هذا الموسم وهذه السنة يعني تقدر مساحة 160 أو 160 ألف متر مربع، يعني نتكلم مثلا عن 3 أضعاف عن العام الماضي. والله الحمد مستفيدين طبعا من تجاربنا خلال السنوات الماضية، هناك توسع كبير، هناك العديد من الفعاليات، يعني نتكلم عن الفعاليات الخارجية بالإضافة إلى عدد الشركات المشاركة، نتكلم أكثر من 400 شركة أو بوث مشارك، نتكلم أيضا عن الدول أكثر من 45 دولة مشاركة من حول العالم. معناتها لو رحت أنا أستاذ وليد ما يكفيني يوم ولا يومين على هذه المساحة ما شاء الله. الله يحييكم، بالعكس يعني هي لأنها صارت ضعف 3 مرات تقريبا السنوات الماضية، صح ولا لا؟ صحيح، يعني لما الزائر يجي من الساعة 4 يعني إن شاء الله، يعني بدايته من الساعة 4 المساء إلى الساعة 11 بالليل، يعني نتكلم عن المساحة كبيرة جدا، وفي يعني يبي لي أخصص يعني يوم كامل لهذا صحيح، لابد أن تخصص يوم كامل تكون من الساعة 4 إن شاء الله متواجد في المعرض. تم. طيب عموما كلمنا أستاذ عن الإضافات الجديدة اللي ركزتم عليها في 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 هذا في هذه عفوا في هذه النسخة. طبعا نتكلم مثلا عن الإضافات الجديدة، نتكلم مثلا عن المناطق الخاصة مثلا بالمستلزمات البر، في توسع كبير في شركات مميزة إضافية لمحبين البر والمستلزمات. نتكلم أيضا عن منطقة الصقور، هناك منطقة خاصة لمستلزمات الصقور مما يخص من أجهزة التتبع، أجهزة لاسلكية، التغذية الخاصة للصقور، عرض أيضا الصقور طبعا يتواجد في المنطقة هذه، العديد من الصقور لمن أراد محبين وملاك الصقور بشراء هذه واقتناء الصقور. أضيف أيضا أن يعني هذا العام أكثر من 13 فعالية خارجية نتكلم، وداخلية أيضا في مكان المعرض، يعني نتكلم مثلا عن عروض الفروسية، ركوب الجن، نتكلم أيضا عن الدفع الرباعي، دعو الصقور، الرمي بالسلح الهوائية، رمي السهام، مسابقة الطهي، عروض الدرون. هذا يشارك فيها الزائر يا أستاذ؟ صحيح صحيح، أن يشارك الزائر يعني ويعيش التجربة خاصة بالصقور، بركوب الهجن، بركوب السيارات الدفع الرباعي. أضيف أيضا أن يعني الفعاليات الداخلية في المعرض، نتكلم مثلا عن أحد مبادرات نادي الصقور السعودي اللي هو برنامج صقار المستقبل، وهذا أهم أهداف نادي الصقور. هناك جناح كبير خاص للأطفال يعيش تجربة الصقور ويأخذ معلومات كاملة، بحيث أن احنا نوصل هذه الرسالة وهذا الموروث للأجيال القادمة ولأطفالنا ولبناتنا. نتكلم مثلا أن الطفل يدخل في هذا القسم يأخذ معلومات كاملة عن الصقور، يعيش التجربة تجربة إلكترونية بألعاب، بالإضافة أنه يوجد مسابقات خاصة في هذا الجناح. أضيف أيضا أنه هناك متحف رقمي خاص اللي اسمه متحف شلايل، طبعا
بحيث ان هدفنا ان يصل تصل المعلومه لجميع الزوار عن انواع الصقور، التشريح الكامل، هجره الصقور بشكل كامل. جميل. طيب استاذ وليد، خلينا نتكلم عن المنصات المعتمده داخل المعرض وكيف تخدم المهتمين في المجال، خصوصا انه تنوعت الخدمات اللي موجوده. والله الحمد، يعني نتكلم الحين عن المنصة، طبعا في منصة خاصة لبيع أسلحة الصيد، نتكلم أيضا عن المنصة خاصة لبيع الصقور اللي هو أيضا بعد التزاما مع المعرض مزاد نادي الصقور السعودي، طبعا هذا مختص في طرح الصقور في المملكة العربية السعودية، وشاهدناها قبل يومين بيع صقر بمبلغ 57,000 ريال. طبعا هذه منصة موثوقة لبيع وشراء الصقور، وكذلك أيضا أول منصة تتواجد في معرض الصقور والصيد السعودي، ألا وهي منطقة الأسلحة ومنصة الأسلحة بشكل كامل. الظاهر تعطون تراخيص من عندكم ولا ما من نفس المهرجان؟ صحيح، في تعليمات كاملة في منصة خاصة مرتبطة بمنصة. بعد شراء السلاح ممكن تأخذ التصريح مباشرة عن طريق. صحيح، طبعا في تعليمات وشروط واحكام خاصه. لا شك. طيب بامكان ان الزوار او احد يمتلك هذه اسلحه الصيد انه ياخذ معلومات كامله وشروط ويطبق الشروط والاحكام المناسبه له. ممتاز. طيب انت تحدثت عن تواجد اكثر من 45 دوله تقريبا، هذا عدد كبير. هذه الدول ساهمت في خلينا نقول أروقة هذا المهرجان، ساهموا بأشياء تخص أجنحتهم إذا تحدثنا عنها. صحيح، نتكلم مثلا عن الصقور وبيع الصقور، نتكلم أيضا عن الأجهزة اللاسلكية، نتكلم عن التقنية الحديثة باستخدامها في هواة الصيد بالصقور، وكذلك أيضا ورش العمل بحضور علماء وخبراء من البيئة من جميع أنحاء العالم، تتكلم عن استدامة وبرامج الحفاظ على البيئة واستدامة الصقور بشكل عام. يعني كان لهم مشاركة في نجاح هذا المهرجان. صحيح. كل الشكر لك ضيفنا المتحدث الرسمي لنادي صقور السعودي الأستاذ وليد الطويل، وكذا احنا متابعين معكم عشان نشوف آخر المستجدات. صدقين عاد كل عام أقول أني بزور هذا المهرجان. مقصرين صح؟ والله العظيم كل عام أقول، لكنها تعرفين اللي أسوف كل مرة أقول وتروح الأيام ولا بعد، لأنه جميل صراحة. واللي زاروه كثير يعني من الأصدقاء زاروه، يعني يقولون تحفة من التحف يعني، لكن إن شاء الله نقول إذا عادهم طول إن شاء الله نزوره. طيب لا تروحون بعيد، ما زال عندنا الكثير. فاصل قصير راجع. بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. وصل الملك عبد العزيز يا ابويا. بلغ الضيف الكريم ان رجال عبد العزيز من جانب اطرفه نقوم بواجبه. رجل عظيم جمع الشجاعة والإرادة، عرف بالعدل والرأي الحصيف. أنا خير الدين الزركي مندوب جلالة الملك عبد العزيز، أحمل معي رسالة سرية إلى جلالة الملك فاروق. أمر ملكي، أمرنا بما هو آتي: تحول اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها إلى اسم المملكة العربية السعودية. ذهب قد انتمى أجدادنا قريبا على السعودية.
يا أهلا وسهلا فيكم من جديد، ونرجع طبعا لفقرتنا الجميلة، الفقرة الأسبوعية، فقرة قصتي، واللي فيها ضيفنا الملهم النموذج الجميل اللي نستضيف الآن عبد العزيز البلوشي. هلا وسهلا يا عبد العزيز، حياك. السلام عليكم، يا مرحبا. وعليكم السلام بسعود. ورحمة الله. يا أهلا وسهلا عبد العزيز. طبعا أنت من نماذج حرصنا عليها تكون معنا اليوم، فإحنا ودنا نتعرف على حالتك في البداية اللي تجاوزتها وبكل نجاح. عبد العزيز، يا عبد العزيز، هلا هلا هلا، اعطينا قصتك يا عبد العزيز، نبي السوالف منك اليوم، نستناك احنا من اليوم. ان شاء الله ابشر. تبشر بسعدك. يا هلا، يلا حبيت اسلم عليكم، السلام على الساده نهى والساده عبد العزيز. هلا هلا ابو سعود. تفضل تفضل، كمل كمل، اسمعك. يا هلا. المصور عبد العزيز البلوشي شاركت في عدة مهرجانات ومع قطاع خاص ومع قطاع حكومي، والحمد لله تكرمت من أكثر جهات تكريم، من قاعدة الجوية وتكريم من وزارة التنمية البشرية ومن التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة. جميل عبد العزيز. يعني شوف، بداية أنت كان عندك مشكلة في القلب، الله يشفيك إن شاء الله ويعافيك. يعني سويت كثير من العمليات، صح ولا لا؟ كم عملية سويت عبد العزيز؟ سويت حوالي 5 أو 6 عمليات. وش المشكلة عندك في القلب يا عبد العزيز؟ عندي 3 ثقوب في القلب، كل ما يسكرون يفتحون جزء. طيب أثرت عليك عبد العزيز؟ لا، كتصوير شوي لا أكثر. صحيا أثرت عليك وانت طفل يعني؟ لا ما الحمد لله. الحمد لله، زين، عشان كذا انت مبدع. طبعا شوف اعمالك عبد العزيز، قاعدين نشوفها هنا ونها. قاعدين نشوف الآن، نستعرض أعمالك، التصوير هذه واضحنا في الحفلات. خبرنا عنها عبد العزيز، كلمنا عن الصور اللي فازت، اللي صورتها، كلمنا عن الصور اللي الناس انبهرت فيها، حكينا، سولف لنا. لا ولحظة، كيف صاد الصقور الخضر، طائرة الصقور الخضر، كيف قدرت تصيدها كذا على الهواء في السماء؟ وياهم طال عمرك. إيه حنا وياهم مع القاعدة الجوية. لنا 3 سنين حاليا، يعني كل ما صار مهرجان، يوم وطني، يوم تأسيس، نحضر وياهم نصور. درست التصوير دراسة يا عبد العزيز؟ إيه درست التصوير دراسة مدة شهرين أو 3 شهور، وبعدها اشتريت كاميرا لحالي وقاعد أتدرب فيها واشتغل عليها. والله ما أنت بسهل. الله يسلمك. المصورين زملائنا هنا محترفين، يقولون والله مبدع. الله يسلمك، يعطيك العافية، ما شاء الله عليك. طيب خبرنا عن الهواية، كلمنا عنها عبد العزيز، شلون تدربت عليها وشلون وصلت لها المرحلة؟ يعني اللقطات ما شاء الله جدا احترافية ودقيقة. الله يسلمك. أنا والله تعرفت على ناس مصورين وحاولت أني أدخل وياهم إلى أن تعلمت واشتريت الكاميرا اللي كانت عندي حقت مبتدئين شوي، يعني مرة قديمة كانت. وحتى الأغراض كان أشياء محدودة، بس عادة أسوي الكاميرا وما عندي أشياء ثانية إضافية. طيب عبد العزيز، على هذا التصوير الجميل ما شاء الله تبارك الله، يفترض أنك أنت متعاون مع جهة تقدر تدعمك، تعطيك يعني كاميرات محترفة، أنت تنضم لجهة معينة مثلا؟ أو لا. صحيفة أو ليش؟ والله أنا كان ودي أني أنضم ويا اعلامي او شيء، بس ما قدرت. ليش؟ عليهم ما لقيتهم صراحه. والله يا اخي، احنا يعني على هالصور ما شاء الله تبارك الله، اعتقد انه يفترض انه اي جهه تتبناك، لانه يعني خاصه والله شوف الطائرات كيف الدقه يا نهى، شوفي الدقه جداً يا نهى في جدا، تفاصيلها جدا دقيقه وواضحه، جوده الصوره جدا مختلفه. يعني وانت تتكلم يا عبد العزيز تقول كاميرا، اول ما بديت بكاميرا بدائيه. لا هي كانت 4000 دي، الحين 5 لا الحين 5 دي مارك 3.
ما شاء الله عليك. طيب خلني أسألك سؤال مهم عبد العزيز، بحكم أنك أنت رجل ملهم، وش تطمح له من خلال ممارستك لموهبة التصوير؟ اللي أطمح له واللي ودي أوصل له أني أكون مع جهة خاصة أو حكومية عشان أصور ما شاء الله السياحة في المملكة العربية السعودية، وأشياء واجد يعني أشياء قاعدة تتطور. والله تستاهل، والله تستاهل. عبد العزيز وش أكثر شيء تحب تصوره؟ أكثر شيء يعني شوف كل شيء له مواسمه، أيام الشتاء نصور سيارات ومخيمات، والصيف سيارات بعد، بس بالحفلات وهذا نصور عطورات، نصور أشياء واجد موديل. مالك في الطبيعة، في ناس مصورين ضيعوا حياتهم في الطبيعة. أنت رسمي على طول، مناسبات رسمية. طيب والله لا حاولت، أنا شفتهم الصراحة، شفتهم كيف يصورون، وذا العدسات اللي عندهم مرة غالية حق الطبيعة. هذه معلومة جديدة. طيب حق الطبيعة عبد العزيز، المصورين اللي عندنا هنا يقولون بأنه أصعب شيء أنك تلتقط جسم متحرك، وانت مبدع في هذا الموضوع. يعني طائره ماشيه كم في سرعتها وتتقن تصويرها، صح ولا لا؟ صح. تعلمت عليها هذه؟ لا والله ما تعلمت عليها، جاني صدفه، قلت ادخل ويانا، قلت يلا ندخل. الله يوفقك. والله اسعدتنا بابداعك عبد العزيز، الصور اللي مصورها قمه المتعه، من الاشياء اللي العين ما تشبع منها، فما بالك بتصويرك الابداعي للامانه. نتمنى لك كل التوفيق، وانت اضافه لاي مناسبه ممكن تكون موجود نسمع فيها. نسمع عنك اخبار حلوه ان شاء الله باذن الله. طبعا كل الشكر عند كل الشكر لك ضيفنا الملهم عبد العزيز البلوشي، بهالابداع بهالجمال بالتقاطات العدسه الجميله. نختم حلقتنا اليوم، نقول نشوفكم الأسبوع الجاي بإذن الله في مواضيع جديدة. كونوا بخير دائما. شكرا لك عبد العزيز. شكرا لك يا نهى، نلتقيكم الأسبوع القادم. فمان الله.